بشرى عندك جوج ولاد، اه جوج ولاد، بنت وولد. عندي بنت بنت وولد. وولد، عاودي لي على الراجل وكيفاش تفرقتي معاه وفرقتوا الوليدات. انت شديتي البنت وهو قلتي لي خذ الولد، يلاه كل واحد يربي واحد. عاودي لي على الظروف ديال هذا الفراق بيناتكم. عندي الراجل خايب اللي خدمته عند الطيور تياخذوا لي. انت كتخدمي هو تياخذ؟ اه تي سكرتي كمي بلاتي. هذا الراجل اللي خايب علاش خديتي نهار الاول؟ ما عرفتوش على حقيقته. لا ولكن شمن صورة جاك نهار الاول؟ جا واحد ولد الناس درويش. درويش؟ اه ما كان اللي تيشرب ما تيسكر. ايوا عشت معاه بحال بنادم تيبغي يتزوج تيبغي يستر راسو. اي انتي كنتي كتخدمي في الديور؟ اه كنت تزوجتي في الديور. اه واخا تزوجتي بقيتي كتخدمي؟ اه واخا تزوج بقيت تنخدمي. هو فاش كيخدم؟ تيخدم بالناي، تيصايب الجليج. مزيان عنده حرفتو في يديه ولكن ما تيعيشناش بيها. الترسي والشراب معيش راسو. آه. والبليات ديالو؟ البليه ديالو ملي تقول لي عطيني النوت يقول لك انت غدا مع على راسك. قلنا ماشي مشكل، اي مرة تساعد راجلها باغا ما كاين باس. اها ولكن من وليت ندير الحوايج تبيعهم ليا القمر. اه نمشي عطوني الناس تنخدم يعطوني الاتات ما يخلي ما يعطوني. تقول لي سير امك راه تكلمي امك راه بغاتك، ملي تنجي تلقى كلشي تباع. انت تجيبيه هو يخرج. اه قلنا ماشي مشكل، تيقول لي ما نبقاش نعاود. هادشي ماشي مشكل. اه ديما كلشي كنقول ماشي مشكل. مشكل ماشي مشكل. شفت تعيت هزيت. واخا ولدتي مع هذا الراجل بهادشي كله اللي قلتي ولدتي مع جوج ولاد. آه يعني هاد التماره كلها دايزة عليك. آه وولدتي الولاد. بنادم مهما تيتزوج وتيولد ما يمكنش امك تهز لك ولادك. الدار بالخوت. لا شنو بغيت نقول لك انا؟ آه شنو قصدت؟ آه زعما هذا الراجل منين شفتيه خايب ومفلس وقمار وهذا الشيء كله ما فيه حتى شي حاجه كتفرح. آه نقولوا بلتي الولدة الاولى، زعما علاش الواحد تيزيد يولد الاولاد؟ جيت ما كاينش معاه. لا ما كاينش البو. غضبت شي 3 شهور جا خو رجعني قال لي صافي هذه المره لا عاود ما نعرفك سير بحالاتك فطره. قلت الراجل بنادم يصبر واخا انا تنخدم تنعيش ولادي ما تنقوليش عطيني غير يهنيك يهنيني يسكر ولا ما يبيعش ليا حويجاتي. كيضربك؟ تيضربني تنبات في الزنقه. كنت هذيك الساعه وبحال ولدت ايه عندي شهرين تنبات في الزنقه بالليل تيجيبها لي الرضعه تيدخلها. تيبقاو الناس يرغبوا تيقولوا لي انت يا هادي وهادي و تهلا في وليداتك تيقولوا ما انا هي اللي ما هي اللي تتبغي تخرج. واحد النهار هو يخرجني مشيت دقيت على خو عيطت ليه قلت لي شوف خوك ديروا معايا حل. بغيت نمشي بحالاتي. قال لي لا انا ما داير لك والو وانا يا ما هادي وهادي ما خدام ما ردام. تنقول انا ما طلبت منك حتى شي حاجه، قلت تخليني مع وليداتي نكبرهم حنا بجوج. تيدير اللي قالها راسو. واحد النهار هز علينا موسى انا وبنتي هربنا عند الجيران. الجيران جابوا لنا البوليس. علاش هز عليك موس؟ اش وقع؟ قال لك علاش ما مشيتيش لداركم جبتي الفلوس؟ انا ديما ملي تنمشي لعند امي تدور. لا مولفه امي تعطيني تنقول لامي راه ما عنديش، تتقولي بنيتي احسن لك من وحيلك. عندي خوتي خايبين. تقول لي بنيتي احسن لك من وحيلك. وليداتك كيطربوا وحده باهم. ايوا ملي تولي هز عليك جنوي ودا بحالك انت وبنتك غادي تقول لك احسن لك من وحيلك. هربت بحالاتي جيت صافي هي هذيك هي رجعتي. الولد خلا جلس مع با قال لي بغيت نجلس مع بابا ما قراش. آه بلاتي هذيك الوقيته ملي هز عليكم جنويت ما صافي هزيت. اه ما بقيتيش رجعتي لي الوقيته ديال المدرسه. ما قراش ليا عام، والعام اللي غادي تدخل فيه الثاني حاولت معاه قلت لي نقريوها وانت شويه وانا شويه. قال لك انا ما عنديش الدري اللي غيبقى يقول لي بابا عطيني نشري ستيلو بابا عطيني نشري. انا ما عنديش. ما خاصو صداع هو. هزيت جيت بحالتي. هزيتي البنت؟ اه العام اللي غادي تقرا عيط ما ندور في المدارس حتى واحد ما بغى يقبلها ليا. علاش ما بغاش يقبلوها لك؟ حيت قال لك النص ديال العام. اه جريت جيت بحالتي. بلاتي عافاك ابو شرى. آه. انتوما دابا انت هزيتي بنتك وزدتي انا وخليتي ليه الولد. خليت ليه الولد. وعلاش ما زيتيش حتى ولدك؟ ما بغاش يجي معايا. اه الولد ما بغاش. يا ماما نجلس مع بابا. قلت لي ولدي شحال في عمره هذا الولد اللي ما بغاش يمشي معاك؟ هذيك الساعه كان عنده 10 سنين. ما بغاش يمشي معاك؟ ما بغاش. علاش؟ قال لي لا بغيت نجلس مع بابا. حيت الدري الصغير زعما خصك تبع امه فيما بغات تمشي تبع امه. هو تيلصق بواه. عزيز عليه بواه. آه عزيز عليه بواه. البنت لا البنت تبغيني انا. راهي مالك انت. اه خليت ليه الولد، قلت ليه الخير اللي غادير في هذا الولد دخلوا على المصنعه ولا دخلوا المدرسه. قال لي انا ولدي غيخرج احسن من بنتك. قلت له حنا غادي نشوفوا. وليتوا كديروا دابا تتنافسوا عليهم بنتي. آه وولدك. قلت لي انا بنتي تقريبا لا رقبت لا ضيعتها من المدرسه نحارب غندخلها تقرا ونفس المشكل. دخلت مدرسه داخليه. الناس بحال وجهك ساعدوني دخلوها ليا.
دابا عندها بيت الرابع، عندها 11 عام دابا. وهو اش دار مع الولد؟ الولد هو داك غادي وهاديك تابعو. هذاك تيقمر والاخر تابعو؟ هذاك تابعو، ولا تيضربو، من تيتقطع تيقول لي سير جيب لي الكارو. الولد؟ ولا تيجي لعندي تيجلس معايا 3 شهور، بقى وليدي دخل الصنعة تعلم، تيجي بحال باك، باك هو ضايع. إلا ما عطاوش الناس ياكل ما تياكلش. تيقول لي ما تبقاش تسد عيني، نمشي لعند بابا. سير. تيمشي تاني تجلس معاه مده، جا لعندي قبل رمضان بشهرين، كنت تنحارب معاه بشويه بشويه، دخلت للصنعه الى هو بقى انا جهدي تنديرو معاه. واخا مازال بشرى نكملوا نشوفوا هذا الولد اللي هاد الفرقه اللي فرقتوا الدراري، انت شد ولدك وانا شد بنتي، مازال نتذكروا في هذه القصه. شكرا لك بشرى، نكمل معاك القصه ديالك. انت من تفرقتي مع الراجل ما طلقتيش؟ بابا واخا اتفقنا باش غادي كل واحد يجمع ورقاته، وقال لي تسمح لي في كل شيء، قلت لي اه. جمعت الوراق، جمعت حق الزيادات ديالي وديال بنتي، هو تا هو هكاك. من مشيت عطيتو الوراق، مشي دينا كاتب عمومي باش غادي ندفعو في الصندوق. دخلنا قال لي بقاي برا، قلت له ماشي مشكل انا نبقى برا سيدي. دخل قال لي اه رانا دفعت الوراق، قلت له صافي. قلت له عطيني الورقه اللي دفعتها، قال لي تبقى عندي تنا اللي يعيطوا لنا. قلت له واخا مشينا. دازت شي عام بحال هكا، قلت ليه قام عيطو لنا، قال لي انا قام مطلق. قلت ليه صافي شغلك هذاك. قلت ليه ما بغيتيش على خاطرك، انا ماشي غادي نطلق غادي نتزوج، انا زواجي هو بنتي، انا بنتي بركه عليا، بغيتي تطلق ولد الناس مرحبا، ما بغيتيش شغلك هذاك. دابا انتم مزوجين وانتم مفارقين. ما عمرو عيط لي لا قلت لك سيدي هي البنت ولا شري لها، انا كلشي انا، تا امي الله يخليها لي، تا هي هازه معايا شويه. الولد قلت لك دابا جا خدام، وبعد الراجل واخا ما كيصرفش على البنت كيشوفها كيتواصل معاها كيحن فيها. ما عمرو جا لعندها، ما عمرو سول فيها يا هكاك. انا تنبقى نقول لها لا بنيتي عيطي لباباك، كما كان الحال هذاك راه باباك، تتقول لي كيفاش بابا، انا ما عمرو يسول فيا. قلت لي لا ما سول فيك هو، سولي فيه انت. واحد النهار نجحات عيطت، البنت ولات هي مولات العقل، هي اللي دير الصواب وهي مولات العقل وهو نجحات. عيطت لي قال لها لا نجحتي ما تنجحيش لي انا، عاودي راسك. قالت لي شتي يا ماما تنقول لك انا بلا ما نعيط ليك. قلت لها قال هو خليه يدبر راسو، كوني انت هي مأدبه عليه هو. ثاني شحال انت التربيه ديالك لبنتك كيفاش؟ البنت ماشي بحال الولد. لا بخير البنت راهي مالك. الله يرضى عليها والله يسهل عليها، ما فيها مشاكل، ما فيها سلوكات خايبه. لا حتى الولد الله يسهل عليه، انا راضيه عليه، الا باه اللي خرج عليه. هو هاد الساعه هو معايا خدام، حيت متى غادي هو تابعك؟ هاد الولد قلت لي شحال في عمره؟ 10 سنين 15 عام. 15 عام صافي راه خدام. خدام والبنت كتقرا؟ البنت تتقرا. صافي كتحسي باللي هاد الولاد زعما غدا بعد غدا غتعطينا شي بنت وولد صالحين في هاد المجتمع؟ لا ولا الا بقاو معايا. الا بقاو معاك؟ اه الا بقاو معايا وجهد الله ورضات الوالدين غيخرجوا صالحين. شي انا الولد اللي جا من الخدمه وخرج تلبس جلابه وتنتبعو هو غادي وانا تابعه. باه قلتي علمو تيقول لي سير جيب ليا، ما تعلمش سير جيب لي الكار البليات اللي ما نبليش؟ لا ما نبليش. ما نبليش؟ لا ما فيه حتى شي حاجه الا حاجه وحده، من تنهضر معانا تبقى ينهض فيا. كينهض فيك؟ تبقى يغوت عليا، تنقول ليه ماشي مشكل يا ربي تخرج ليا يكون فيك شي فايده، اللي ما تخرجش بحال باك. كينهض فيك دابا عنده 15 عام ولكن يدير 25 عام غيبقى ينهض بنهيد اخر. وانا دابا نتساوي مع شحال دابا على حسب العمر ديالو تينهض يمكن في 20 عام يولي يضرب، حيت باه اللي كنت 20 عام يقتل، حيت باه من كنت انا معاه تيقول لي بزق على ماماك. هادي هي التربيه اللي كيربيه باه. ولكن دابا من دابا تيقول لي دفلي على ماماك العام الجاي ولا من هنا 20 عام يقول لي ذبح امك راه يذبح. دابا هاد اليامات اللي جا عندي ولا شويه تيسمع وتيحنى الراس. واخا شكون اللي تيربي معاك من غير با؟ نقولوا با تيفلس. معايا امي وخويا. خوك كيفاش تيعاونك في التربيه؟ تيعاونو تيغوت عليه تيقول لي سير تخدم تيتبعو الخدمه فهمتي. تيحاول معاه تيقول لي لا خدم، شوف انا كي خدام على امي وتنجيب لها السيمانه تبو ولا بحال هكاك. يعني كيشوف خالو نموذج مزيان. تينوضو في الصباح من تينوض خويا يمشي للخدمه تيفيقو تيقول لي انا راه غادي الخدمه نخدم، الا ما خدمناش ما غناكلوش. حيت انا با مي إيه غير هو هذا الولد راه عنده 15 عام ماشي عنده 30 عام اللي كديروا ليه الا ما خدمناش ما غناكلوش نوض تخدم. لا هنا باش لا باقي تيقرا. لا هنا باش علاش هو يهز المسؤوليه وباه كيضرب في البليات وقمار باش غنديروا نصيفطو؟ لا زعما على هذا الولد تتعطيو شي حاجه اكثر من جهده، نوض تخدم راه خصنا نخدمو خصنا ناكلو خصنا نصرفو. نخليه يبقى دالع في الزنقه يمشي مع هذا تيكمي يمشي مع هذا تيشفر يمشي مع هذا، من الحسن ندخليه للخدمه
وليت لها في الخدمه وليت بعليا الشمكاره. انا ماشي صيفطو الخدمه باش يجيب لي الفلوس، لا صيفطو يتعلم الصنعه، حيت الوقت من هنا قلتي الله ما الصنعه ولا الزنقه. حيت بنادم هذا الوقت هذا راه هي قالت لك السيده واحد تجار واحد انا ما عنديش المسؤوليه نبقى تابعها. اما انا تنقول لي هي محنا مع ولدك، انا تنقول لي ما تعطينيش خدم وتعلم الصنعه باش تفيد راسك، ما تفوتش لي انا، ما تربي انا مريضه ما تربي طول لي من هنا العمار ولا انت باش مريضه؟ عندي العصب في القلب. نكون غاده في الزنقه تنطيح، نطيح في الدار. ايوا حيت هادشي كتعاودي ماشي قليل زعما، غير ما بغى بنادم يطيح ويشدو، ماشي غير العصب في القلب في ايوا الحمد لله في المخ يشدك العصب، لان هادشي كتعاودي عليه راه الجحيم انسان تيعيش فيه. ايوا حنا تنهدي عايشه فيه انت وتيعيشوا فيه ولادك وتيعاودوا يعيشوا لا فيه. لا دابا الحمد لله التسعه من خرجت من عند الراجل كنا بنتي تي كانت عاشت، ولكن من خرجات من عنده الحمد لله. يعني الفراق راحه شي مره مزيان اختي ياك. تا هي شتي متى تكون تجي السبت والحد تنبقاو نهضروا انا وياها، تنقول لها انت يا بنتي نركبك في الطوبيس ونوصلك. قالت لي شوفي ان انا، قالت لي ما هذاك السيد حسبيني بحالي ما تنعرفوش، ما دوز علينا العذاب وخلينا بالجوع. يلا تنقول لها كيفاش دبر راسو؟ تتقول لي ما كانش دبر راسو، وكان هو عارف المسؤوليه من لقيت المدرسه يجي لعندي يقول لي يا بنتي شنو بغيتي؟ كتقول لك هذه الهضره. شنو بغيتي نشري لي؟ قالت لي انا ماشي بغيتو يعطيني، يسول فيها. تيحن فيها. تنقول لي دبر راسو، دا واحد الوقت هو اللي غيندم، ماشي انت. واحد الوقت هو يقلب عليكم ما غيلقاكمش. وانت كتردي دابا اللومه كلها على الراجل. كلها على الراجل. هو اللي مسؤول على هذا الشيء، على هذه الحياه اللي انت عايشه فيها. هو اللي خرج عليا بصراحه، هو اللي خرج عليا، كون سحب لي انا الزواج بحال هكا ما غنتزوجكم، بقيت جالسه حدا امي. وكا ما ولدت والحمد لله عطاني جوج وليدات، تنطلب الله نكافح. ايه ولكن الحمد لله عطاك جوج وليدات، ولكن راه ما مطرحينش هاد الولاد، راه بنت انت صيفطها للخيريه عايشه فيها، تجيك بالسبت واحد وولد راه كيخدم، ولد 15 عام، ماشي الحمد لله راكم فرحانين ومطرحين، راكم حالكم تتقاسيو. ولكن اجي نقول الدراري راه معذبين وهما صغار. لا ما هاد البنت راه خصها تعيش معاك مع باها، ماشي تعيشه في الخيريه وانتم قدكم قدام. لا انا الحسن بلاتي الخيريه. انا ماشي تنلومك. لا ما انا عرفت انا ما كنلومكش، انا كنلوم الظروف والوقت اللي تتخلي هاد الدراري كيتكرفصوا وباواتهم اللي عايشين في الزنقه. لا وبقاو مشردين في الزنقه هما اللي غيتكرفصوا. الخيريه تيدخلوا على الناس اللي هما راه بالطلب والرغيب باش تيدخلوا لها الناس. الخيريه تتربي مزيان، حيت الا ما قدرتوش انتم تصلحوا وتربيو خليو الدوله تربي. لا مزيان حتى انا ربي باها ما تيربيش. لا وانا ما عندي خليه. راكم جوج، راه الزواج فيه جوج الناس. ما واش نقول ليه يجي ربي صحه؟ هو ما مربي طراسو غادي يربي ولادو. دابا نرجعوا للهضره الدكتور بالدقه الاولى، واحد اللي ما مربيش ما خصش واحد يمشي معاه اصلا. فهمتي دابا حنا دابا هادشي انا اصلا انا ندمانه بشرى، شتي هادشي تتعاودوا. دابا ما نفعكمش نتوما، نفع الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا. اللي ما تيبان لك الراجل خارج الطريق ولا المراه خارجه الطريق من النهار الاول قطع هبره تبره. النهار الاول ما يولدش الانسان مع واحد اللي ما تيعرفش الله وما تيخافش الله وما شافش طريق الله. ولكن هادشي اللي مقسم الله دابا شي اللي كتب الله الواحد خصو يعالج لا بقى ما يعالج. ولكن انا حقيقه غلطت، تولدت مع داك السيد وغلطت، تعشت معاه، ولكن انا تنطلب الله هذوك الوليدات يخرجوا لي. دابا خصك تعتقي هذا الشيء باش ما تعطيناش بنت وولد ما واحد النهار غيغلطوا تا هما غيديروا لنا شيء. لا ما عمر انا تنوعده نفسي وعد. ايوا الله يعاونك على وليداتك. تخرج نخرجوا ولادي صالحين. الله يعاونك على وليداتك. ولادي يخرجوا بحال باهم. وكنتمنى ان راجلك الا كان تيشوف كيعرف راه المسؤوليه راه ديال جوج، راه انت اللي والده انت وياه ماشي بوالدهم بوحدك. ذنوب على راسو. هذا ما كاين. وذنوب دوك الاولاد عليكم بجوج لان انتم اللي تتحملوا مسؤوليته. شكرا بشرى، وانا ما تنحاسبك حتى بشي حاجه، انا بالعكس انا غير تنبغي نفهم زعما كيفاش هاد الرجال يسمحوا في ولادهم، وكيفاش هاد البنت تمشي للخيريه وباها بالطول وبالعرض عطيها القمر وعطيها الشراب ومخلي البنت ولا الولد 15 عام يضرب تمارا يخدم باش يجيب باش يعيش. زعما هذا الواقع راه الدري راه بلاصتو المدرسه ماشي بلاصتو يكون في النجار ولا حداد ولا مقراش. هذا ما كان. شكرا لك بشرى على هادشي اللي عاودتي.